ارتياد مدرسة جديدة قد يغير حياتك، خاصة إذا اكتشفت مختبراً سرياً فيه ثلاثة كائنات تعيش في جرار. جائع، باركا، أوبن، سكان الجرار جاءوا من حول العالم، لا يعرفون البرية. إذا درسنا ما كتب في الكتاب الكبير قد نتمكن من إعادتهم إلى ديارهم بسلام. فقط إذا نجحنا في تجنب نبيه المبتكر وأجهزة تعقب الجرار الشريرة. سكان الجرار لقد خرجوا ولن يعودوا إليها. الحفل المفاجئ. أرى اليابسة، ارفع القلاع وخذوا أماكنكم. فلفل. إذن هكذا أنت تضيع وقتك. أنا لا أضيع وقتي، أتدرب على مسرحية عن أجدادك، مفاجأة للعيد. انسى ما قلته. حفل مفاجئ من أجلي. تشانغ أيها اللطيف، على أي حال انسى ما قلته، واصل التدريس. ماذا ستفعل؟ ذاهب لعملك عامل النظافة، يجب جمع القمامة. لكن الحفل عرض، أليس لديك الكثير لتقوم به؟ حسنا، إنه مجرد عرض صغير. لا، يجب أن يكون مبهرا، حدثا يحضره الجميع، ديكورات رائعة وملابس وممثلين مشهورين للأدوار الرئيسية. في الواقع كنت أفكر في... بالطبع. أنت محق، سألعب الدور بنفسي، سيكون هذا أفضل حفل عيد ميلاد مفاجئ. برنامج النجاة عن السجوق الأسبوع المقبل. صوفي محقة، تأثيري سيء عليكم، هيا عودوا إلى الكهف. تبقى الكثير من الشوكولاتة. إنه تشان، اختبئوا. هيا تشانغ، سعيد برؤيتك هنا. لا تعبث معي يا فتى، أعرف ما يجري، لقد رأيت الثلاثة وأنت في ورطة كبيرة. فعلت؟ نعم، أرجواني اللون فضح الأمر، انتهى أمرك. إلا إذا... إلا إذا ماذا؟ سأفعل أي شيء، فقط لا تخبر أحدا رجاء، لابد من شيء يمكنني فعله. أتستخدم المطرقة؟ هل يمكنك إعداد الديكور؟ نعم، إذا فعلت لن تذكر شيئا؟ اتفقنا. فتى أحمق، أنا لا أعرف سبب خوفه، لقد رمى ثلاثة أغلفة، لن يحصل على حجز. تشانغ، أنت بارع في التفاوض. تشانغ رأى سكان الجرار الثلاثة وثمن سكوته هو بناء الديكور. فريد، أنت بارع في التفاوض. مع من تتحدث؟ لماذا لم تعود إلى الكهف؟ يبدو أنك في ورطة، سنساعدك. في الواقع هذه ليست فكرة سيئة. ممتاز. إذن أنتم هنا جميعاً، لماذا بنيتم نسخة من سفينة ديروانت الكلب القصير؟ قصة طويلة يمكن اختصارها. تشانغ رآنا وفريد اتفق معه على بناء الديكور دون علم المبتكر. فعل ماذا؟ شكرا جزيلا يا باركا. فريد، تأثيري سيء. نعم و؟ وقعنا في ورطة هذه المرة. نعم و؟ يجب أن أخرجنا من هنا أو انتهى أمرهم. كف عن توبيخ نفسك، هذه مهمتي. حسنا اهدئي، عقدت اتفاقا وأنا على وشك إتمام الجزء الخاص بي. حسنا، تبقى مسمار واحد. لا. أوبل، ما الذي تفعلينه؟ لم أفعل أي شيء طوال اليوم. حسنا، الآن دور أوبل. حسنا، انطلقي. ماذا؟ أعتقد أنكم ستلقون باللوم على أوبل الآن. تشانغ، أحمل خبرا سيئا وخبرا كارثيا. لا، ليس مناسبا. لنجعله ضيقا أكثر عند الخصر. هل أنت متأكد؟ هذا مناسب؟ رائع، أنت جاهز يا سيدي. أعرف أنني جاهز. كيف حال العمل على نسخة متعقب الجرار الأصلي؟ جمعت الخشب والعسل، لكن العلق نحيف فأحاول تسمينه.
ممتاز، والديكورات أرجو أن تكون مبهرة. لا تقلق بشأن ذلك، ضبطت طالبا يرمي 3 أغلفة حلوى على الأرض وجعلته يبني ديكوراتي بدلا من العقاب. تشانغ، هذا ابتزاز، أعجبني. 3 أغلفة؟ هذا ما يعنيه؟ آه، يا لي من أحمق. انتظر، وأنا في أمان. حسناً، حطمت الديكور، والآن يجب أن نصلحه من أجل فريد. لكن كل شيء تم تدميره، لا يمكن بناؤه. إذا لم يمكننا إعادة بنائه، إذن نحن الديكور. حسناً يا أطفال، صيحوا مفاجأة عندما يدخل البروفيسور المبتكر كما تدربنا، أو سيرسب الجميع في العلوم. سأناديه. لا أصدق أنك تعرضت للابتزاز. قلت لك إن... نعم، تأثيري سيء، لكن نجح الأمر في النهاية، وسوف يفاجأ البروفيسور عندما يكتشف عدم وجود الديكور. إذن هل عاد 3 إلى الكهف؟ الآن مفاجأة! مفاجأة من أجلي؟ حقاً يا طلاب أكاديمية التفوق، شكراً شكراً شكراً، ليتني كنت مستعداً. حسناً، انظروا إلى هذا، مستعد. المسرحية التي ستشاهدونها تروي بالتفاصيل الدقيقة رحلة الشرير ألبرت ديروينت والبطل الهمام المبتكر الثالث. تشانغ، أحضر جهاز التعقب عند كلمة السر. جهاز التعقب؟ كنت أعرف أنني نسيت شيئاً. هل هذا بركة؟ وصوف جائع؟ ونبيه المبتكر؟ على المسرح؟ نعم، سأمنعه من لمس أي شيء. ابحثي عن سكان الجرار وخذي أشياءهم. ترى أين هم؟ أوبل، جائع. صوفي، توقعت رؤيتك هنا. أوبل، عثرت عليك، نحن في ورطة، يجب ألا ندع المبتكر يلمس أي شيء على المسرح. أي أفكار؟ نعم، واحدة، عاصفة كبيرة. عاصفة؟ وأين جائع؟ حقاً، إنه أنا جميل المبتكر الثالث. يا له من صباح مشرق، أعتقد أنني سأتسلق السارية وأفكر في الجراء والزهور والحلوى لأنني شخص لطيف. إنه يتجه نحو باركة. ما الأخبار يا جميل؟ هذا أنا ديرونت، صديقك هنا في الأعلى. متعب جداً، يبدو أن السطح غير نظيف لأن رائحته كريهة. نظافة الشخصية لا غبار عليها. أنت اهدأ يا شطيرة اللحم. وبس، إننا ننطلق في الاتجاه الخاطئ، سوف أغير الاتجاه الآن. لا، كنت محقاً. تعرف، يجب أن أسأل عن العنوان. ألم نصل بعد؟ لا أصدق هذا، ما الذي يحدث؟ يا لك من متفاخر، توقف، إنه عيد ميلادي. واو. نعم، وشكراً. أنت مبكر جداً، لم أؤدي فقرة الحركات الإيقاعية بعد. تشانغ. لا بأس. أخيراً الكائنات الرائعة التي اكتشفتها، والشرير ديروينت حاول أن يسرقها مني. الآن سيرى العالم ما الذي أخفاه ديروينت، وعبقرية الخارقة سيعترف بها الجميع. عاصفة! آه!
اهربوا من السفينة. سكان الجرار، تشانغ أحضر متعاقبة الجرار. ماذا فاتني؟